محمود أبو سلامة، مصور في قطاع غزة. فكرة التصوير كانت من ذاته هي هواية، لكن بغزة يعني بعتقد أنه مهما علي سقف الطموح لكن ظل في دائرة واحدة، وهي دائرة الحصار اللي احنا موجودين فيه. حصلت على عدة شهادات في مسابقات عديدة، في المسابقات الصور الفوتوغرافية. بعد هيك صارت معي فكرة الهجرة من بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. اللي بشوفه من الواقع الموجود احنا فيه، ما فيش أمل لمستقبل أنا أمن حالي فيه يعني، إلا خارج أسوار معبر رفح. معبر رفح هو عبارة عن بوابة مغلقة على 2 مليون مواطن يعيش في قطاع غزة. هي البوابة اللي بتفصلنا عن أحلامنا وطموحنا في قطاع غزة. لما بفتح المعبر بفتح كل 3-4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 شهور مرة. بالمرة هذه اللي بفتح فيها المعبر بفتح 3 أيام 4 أيام، وناس بتكون فوق بعض. معبر رفح هو حلم أي حد زي حابب يسافر وحقق حلم له خارج قطاع غزة، سواء بالدراسة أو بالعمل أو بالعلاج بالخارج. طبعا اي شاب اسالي في الشارع بقول لك انا بدي اسافر، انا مع. ففجاه يعني بيجي 20 شاب وقفوا مع بعض صاروا يهتفوا بدنا نهاجر. هم اساسا طلاب جامعات يعني. انا متخيل يعني لينفتح باب المعبر واطلع وراي غزه، احس انه انا حققت انجاز كبير، اني قدرت افلت من بين 2 مليون مواطن يعيش في قطاع غزه، من بين 2 مليون وجع. المهم يعني خلينا اطلع من غزه. شو ما كانت الاسباب وشو ما كلفت الاسباب، لانه مش حتكون الهجره زي العيشه في قطاع غزه، 3 حروب وانقسام وما حدش حاسس بينا ولا حد.